رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا أجمعين. أيكم بتحية والسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشكر الله للأخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج المبارك، وشكرا لكم أخواتي وأخواني على حضوركم. هذا شرف كبير أن أكون بينكم ومعاكم لنتكلم في موضوع تربوي. وفي ظني أن موضوع التربية أصبح هاجسا لدى الكثير، لدى من يتكلم في هذا الموضوع، التربية في الزمن الصعب. قال مصداق لقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما قال: ربوا أبناءكم بزمان غير زمان، أنهم خلقوا بزمان آخر. هي إشارة أن نحن في استمرار في زمن متغير، وهذا التغيير يحتاج إلى نظرة مختلفة، يحتاج إلى طرح مختلف، يحتاج إلى خطاب مختلف في تعاملنا اليومي مع الأبناء. صديق يروي لي قصة، قلت له: أنت إنسان ناجح، مؤثر، محاضر، مميز، قل لي شلون أبوك رباك عشان ندخل في الموضوع مباشرة. قال: والله أنا ترى يعني كنت مشاغب في صغري، كنت مشاغبا إلى درجة أني أنا حركت بيتي حركته، سويت قال حركت الصالة، وبعدين وأنا مستانس على الحريجة بدأت تكبر شوي إلى أن حركت نص البيت. ماذا فعل أبوك؟ ربطني في جذع النخل. ليش كذا؟ قال: من الظهر لين المغرب. لو شلون اكلك؟ قال: والله امي تجيني تسقيني ماي وتاكلني. قلت له: هذا ايام الصحابه ابو لبابها ربط في جذع النخل في المسجد، وكان زوجته تاتيه وتسقيه وتطعمه. قال: والله. قال: الى درجه ان لما يطلع منه كلمه وسخه كان ابوي يحط العصا في بلعومي. إلى هذه القسوة. وكان هناك من الآباء من حبس ابنه في قفص الحمام، جعل ما يقارب 12 ساعة. يروي لي هذا مباشرة الولد، يقول لي: أنا أبوي حبسني 12 ساعة تقريبا، نص يوم وأنا محبوس داخل هذا المكان. في المقابل هناك الأم أو الأب الرحيم اللي قام بضرب ابنه ضربة لطيفة خفيفة على كتفه، من كثر ما هو زعلان أن مد يده على ولده. أول مرة دخل في فراش الابن ونام بقربه طوال الليل، احتضنه يبكي ندمانا على هذا السلوك. فالرحمة مختلفة والتعامل مختلف والسلوك مختلف. لكن خلوني أقول لكم قصة المصنع الياباني والمصنع الهندي. المصنع الهندي كان يصنعون صابون، وكان الصابون في شريط الإنتاج، يمر في النهاية أن الصابون هذه تنحط في العلبة، ثم بعد ذلك تروح إلى داخل الصندوق، ثم إلى السوق. وكانوا يبون يتأكدون أن الصابونة هذه يعني العلبة فيها صابون، عشان ما تروح هناك العلبة من غير صابون. فكانوا اكتشفوا أن في بعض العلب ما داخلها صابون، فقالوا اللي كانوا الأشخاص المعنيين في هذا المكان أن عندنا مشكلة. رفعوا المشكلة إلى رئيس القسم، رئيس القسم رفعها إلى مدير الإنتاج، مدير الإنتاج كتب تقرير، مدير الإدارة رفعها إلى رئيس مجلس الإدارة، هناك اجتمعوا وبدأ يناقشون كيف يستطيعون أن يحلوا هذه المشكلة. هذا الستايل الهندي، نفس البرودكت الصابون ينتج في اليابان، وقعت عندهم نفس المشكلة. أرادوا أن يتأكدوا أن العلب فيها صابون. فلما صارت هذه المشكلة، كل اللي سووه يابوا مروحة، حطوها على شريط الإنتاج، وضبطوها بطريقة أن المروحة الهواء يدفع العلب، إن كانت فاضية شو يصير فيها؟ تطيح، وإن كانت فيها صابونة تم. أحيانا تبسيط الحل هو جزء من الحل، وتعقيد الحل يزيد المشكلة مشكلة. كم من الحلول البسيطة التي تحتاج
إلى هدوء بال وتركيز وصبر لتحل هذه المشكلة. تعقيدها نرفعها من المدرسة إلى المشرف ومن المشرف إلى المشرف الإداري ولازم أقعد مع المدير والمدير لازم يقعد مع مجلس. نعقد المشكلة ربما ما نحل هذه المشكلة. لذلك في أحد القواعد الأساسية في الحياة أن المطلوب التغيير البسيط هو يحدث فارقا في النتائج. تغيير بسيط يحدث فارقا في النتائج. سباقات العالمية اللي تصير الفرق بين الأول والثاني أجزاء من الثانية. الفرق بين الأول والثاني أجزاء من الثانية. الأول يحصل على ميدالية ذهبية ويصبح مشهور على مستوى العالم، الثاني ينساه التاريخ. الفرق ثواني. أحد المسابقات اللي صارت في مسابقات الخيول الفرق أجزاء من الثانية. الأول حصل على ملايين، الثاني ما حصل على شيء. أحياناً لمسات بسيطة كما يذكر أحدهم يقول أنا كنت كل يوم بس 5 دقائق أفتح كتاب باللغة الإنجليزية وابني لا يفهم اللغة الإنجليزية لكن بدأت أقرأ له بالإضافة إلى القصص اللغة العربية أقرأ له قصة باللغة الإنجليزية. الولد صف السادس يتقن الإنجليزية تحدثاً بطلاقة. تغيير بسيط 5 دقائق نتائج مختلفة. لذلك ليش أنا سميتها تربية بذكاء وعكس الذكاء عناء؟ زين أسميها عناء لأن فعلا إحنا كأباء أمهات أولياء أمور عندنا أبناء في البيت ونبدأ نفكر أن كيف نتعامل معاهم بطريقة ذكية، كيف نبذل معاهم الكواليتي تايم، كيف نبذل معاهم أوقات ونحن نقدر أن عندنا أعمال كثيرة مهام كثيرة واجبات أكثر من الأوقات، مع ذلك نحن لا نطالب أن الإنسان يترك عمله ومهامه ورزقه، لا موازن. نعم هذا الدور الأكبر على الأم، صحيح هي التي تخاف. الله سبحانه وتعالى قال حق عن أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هي التي تخاف، هي التي تحمل هذا الهم، هي التي تحمل هذه الراية. من اللي جاب العيال حق المدرسة؟ الأمهات، ما على الآباء يعني اسمحوا لنا احنا مشغولين في شيء آخر والأمهات هم المشغولات بالدراسة وتدريس الأبناء ورعايتهم واهتمامهم كل هالأمور. فإحنا نبي من الأمهات أحيانا نقول لكم خففوا الوطأ قليلا، خففوا التوتر. طيب تدرون أنا لما أتكلم في سناب شات عن سنابات تربوية بعد كل سناب بالراحة تجيني 150 200 استشارة. معظم الأسئلة عناد، كذب، قلة دافعية، أهلنا ما يدرسون، ما يسمعون الكلام، مشاغبين، شياطين، كثيرين الحركة. تمام طبيعي ما في بيت إلا فيه المشكلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رعونة الصبي في صغره نجابة له في كبره. وهذا الحديث رواه البيهقي وفيه صحة الحديث في اختلاف، ولكن المعنى صحيح. المعنى أن الإنسان الحركي في طاقة زائدة ونستطيع أن نصرف هذه الطاقة في مكان صحيح سنولد أبناء فعالين مؤثرين. ذلك أنا معاكم اليوم في دردشة حول أن كيف نتحول من التربية اللي فيها معاناة وفيها توتر وفيها عصبية وفيها صراخ، وهذا التوتر يبدأ من أول مزاج في البيت. شلون؟ مرة تكلمت في سناب شات أن الولد أول ما يقوم من النوم مزاجه معكر شوي، مزاجه تعبان. هذا الولد الصغير هذا بعمر 5 سنوات هذا يتسبب في تعكير مزاج الأسرة كلها. إذا كان مزاجه في ذاك اليوم لا والله يضحك ويبتسم ويسمع ويدخل الحمام ويخلص ويلبس ثيابه ويلبس ويأخذ شنطته ويروح الحضانة ولا يروح المدرسة بسلاسة، تحصل الأم مرتاحة، الأب مرتاح، الأخوان الكبار مرتاحين. واحد قد يتسبب في توتر جو الأسرة كلها.
فكيف احنا نستطيع ان نمتص هذا التوتر وهذه الذبذبات ونسيرها بشكل صحيح ونتعامل بواقعيه؟ احنا ما ندعو الى المثاليه، ما في مثاليه. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه هناك مشكلات مع زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم الناس رفعوه الى مرتبه النبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يعني ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انا بشر يوحى الي. ما لي هذا الرسول، شوف الناس يعني ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ هم متوقعين ان هذا بشر، هذا بشر. فنحن نريد ان نتاسى ونتخلق بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله حتى معنا، حتى معنا. فلذلك خلونا ندخل في الموضوع. شوفوا اخواني اخواتي، في البدايه احنا لازم نفهم هذا الكائن الجديد في الاسره. أهم مراحل هي مرحلة من الصفر إلى 3 سنوات، ثم من 3 سنوات إلى 3 سنوات ونص، ثم بعد ذلك من 4 إلى 5، إلى أن نصل إلى 10 سنوات. بدايات المراهقة، بدايات المراهقة. بعد المراهقة كذلك هناك فهم آخر للأبناء لازم نفهمهم. عيالكم أعمار 3 سنوات و4 سنوات ما تسمعونهم وايد يكررون أحبكم ما نحبكم، تحبوني ما تحبوني، أنا أحب بابا أكثر من ماما، إذا زعل أنا ما أحبكم هذا اليوم. ليش؟ لأن هذه المرحلة هي مرحلة ثورة العاطفة. ثورة العاطفة تبدأ العاطفة تنمو عنده، فيصير حساس إلى هذه النقطة. طبعا إذا قال لي الولد في هذه اللحظة يعني أنا ما أحبكم وتردون عليه حتى إحنا ما نحبك، ما تحبنا؟ دورتك. ديروا بالكم هذه تزعزع شخصيته بشكل كبير، ما راح يستوعب اوف ما تحبوني، لانه هو الان يقول لكم ما احبكم، بعد شوي يحبكم. على طول يقلب الولد فيصير هذا التوتر، اوكي؟ شوفوا اول مراحل، مراحل تكوين المهارات الاوليه، انه يبدا قبضته تبدا تتكون، يبدا يمسك القلم، الطين، يبدا هالامور هذه تبدا تتكون في المراحل الاوليه. فاحنا شلون نبدا نعلمه هالامور وشلون نطور عند هذه، لان هذه مهاره تعلم، واللي يتعلم يتعلم طول الحياه، فلا بد ان نهتم فيها من هذه اللحظه. هني مرحله جمع القواميس، يبدا يجمع من الكلمات الكثيره في حياته، يصل الى مرحله ثوره العاطفه، تمام؟ ويصير عنده هذا يعني يصير يحزن يغضب، الامور هذه تبدا تتكون عنده. ثم بعد ذلك مرحله ثوره السلوك، يبدا هني في سن ال4 وال5 سنوات حركته سريعه جدا، حركته يعني يتحرك بشكل كبير جدا، مشاغب. هذه الامور كلها تظهر في هذه المرحله، انا بختصرها لكم بشكل سريع. ثم بعد ذلك من 6 إلى 7 مرحله التمركز حول الذات، ويبدا عنده مفهوم الشعور بالتامل. فلذلك هني في هذه اللحظة فرضت الصلاة، أو الأمر بأمره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لـ7، إلى أن يصل إلى مرحلة 8 و9 سنوات، هني اكتسب خبرة كبيرة جدا، فيصير عنده مرحلة التجريب والخطأ، فيبدأ يكتسب خبراته. هني في هذه المرحلة الـ10 سنوات مرحلة تأكيد الصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ بدايات دخوله في مرحلة المراهقة، بدايات دخوله في مرحلة المراهقة. هذه كفهم أولي. أهم شيء إن إحنا نعزز المبادئ والقيم في ذوات أبنائنا. لا نستعجل القفز إلى السلوكيات دون المرور على المبادئ والقيم. كيف؟ شفتوا الشجرة هذه؟ شنو أجزاءها؟ خلونا ناخذ واحدة واحدة. إذا لاحظتوا الجذع أو الجذور، صح؟ الروتس تحت، ثم بعد ذلك الجذع، ثم بعد ذلك الأغصان، وبعدين شنو عندنا؟ الأوراق، وبعدين الثمار. هذه علينا كلنا الآن، لاحظوا علينا كلنا، ها؟ شوفوا الجذور هي المبادئ، هي المعتقدات، هي الأسس اللي لو ثبتناها في أطفالنا وفي أبنائنا وهم صغار
حتى لو كانت سلوكياتهم شوي ذاك يعني في التزعزع، لكن السلوكيات مثل الأوراق تسقط ثم تعود مرة أخرى، لكن الثوابت ثوابت. إذا ثبتنا المبادئ تأتي فوقها القيم الفاليوز، والقيم هي بعد المبادئ، إذ أن القيم دون مبادئ شعارات فارغة، شعارات فارغة، والقيم اللي تسبقها المبادئ تكون قيم ناصعة. أنا بعطيكم الفرق بين القيم والمبادئ لأن وايد فيه تداخل، أعطيكم الفرق في هذه الثنتين. إذا عززنا المبدأ والمها القيمة عند الأطفال في أي مرحلة هذه تدرون إيش كثر؟ 7 سنوات الأولى إلى 10 سنوات. مبادئ والقيم من أول لحظات عمره نبدأ نعزز عند المبادئ ثم القيم إلى سن 10 سنوات. إلى سن 10 سنوات كل ما يأتي بعده هي عبارة عن مهارات وسلوكيات. المهارات هي الأغصان، السلوكيات هي الأشياء الظاهرة التي أنا أريد أن أراها في ابني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد اشهدوا له بالإيمان. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحيان يأمر الأطفال بالمبادئ، وأحيانا يأمرهم بالسلوكيات، وأحيانا يأمرهم بالمهارات. عطنا أدلة. أيكم أدلة؟ لما قال حق واحد من الصحابة: اذهب صلي فإنك لم تصلي. إيش قال لهني في أي واحدة؟ إنك لم تصلي. هو صلى، أدى السلوك، ولكنه لم يتقنها، فما جاب المهارات، صح؟ أشار إلى المهارة: اذهب صلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله والله لا أتقن غيرها. قال: تعال علمك، علمك المهارة، سلوكك ما عندك، أنت قاعد تصلي. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى القيم، يشير إلى القيم. يأتيه شاب مراهب يقول له: يا رسول الله اذن لي بالزنا، اذن لي بالزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له: أما تخشى الله؟ لو قال له: أما تخشى الله، كان أشار إلى شنو؟ المبدأ. يعني أنت وين مبدأ الله؟ وينه؟ بس ما قال له. ليش؟ هذا الشاب مبدأ الله موجود في ذاته، ولكن هناك قيمة فقدت عنده أو ضعفت عنده. ما هي هذه القيمة؟ لا لا هو هو لا لا غض البصر مهارة. لا، المراقبة والخشية هذه كلها مبادئ. الحياء، الحياء. هو تجرأ إلى درجة أن دخل على الرسول أمام الصحابة، تجرد من حيائه وقال: يا رسول الله ذلي بالزنا. شو عرفنا أن هذا الحياء؟ لحظة، الرسول شنو قال له؟ قال له الرسول: أترضاه لأمك؟ يعني ما تستحي أن أمك يصير لي هذا الشيء؟ قال: لا يا رسول الله. لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. سوى في الحياة، كبر الحياة عنده، رفع درجة الحياة، رفع درجة الحياة، رفع درجة الحياة، وتركه، وتركه. ليش تركه؟ لأن الثابت عنده ثابت، الجذور ثابتة عنده، فتركه. فخرج من المجلس وقال: لا، ليس لي في الدنيا أبغض من الزنا، وليس أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يشير إلى المهارة والسلوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسويهم كلهم. تدرون آخر شيء شنو أخواتي إخواني؟ آخر شيء نسمي الاتيتيود، الاتجاه، وهي الثمرة. شوفوا هذه الثمرة، كان تشوفونها الثمرة، الثمرة النهائية التي نريدها من أبنائنا. مو كلنا نربي في النهاية، شنو نبي من عيالنا؟ ماذا نريد؟ نريد أن هذا الولد بعد ما يخرج إلى الحياة، إلى الشارع، إلى المدرسة، إلى الجامعة، إلى أي دولة أخرى خارج قطر، أنه يكون محافظاً على دينه وعقيدته وعلى سمته وعلى أخلاقه. يعني صح؟ كيف أنا أعرف؟
كيف أعرف؟ أنا سلمته خلاص للحياة. الآن أنا أوكلت لهذه الحياة بعد أن توكلت على الله سبحانه وتعالى. خلاص هو أنا تركت لهذه الحياة قوته في مبادئه وثوابته. كم من شاب راح 5 سنوات ورجع ثابت، رجع بالشهادة. وكم واحد ما رجع بالشهادة، رجع بمرض. وكم واحد رجع بالعار. وكم واحد رجع نكس راسه أبوه أمه. ليش؟ ما في. هذا مو موجود. الجذر مو موجود. في بس تلميع خارجي، في تلميع على الأوراق والحرص على الثمرة تكون بس ملونة، لكن الثمرة من داخلها فيها دود وفيها وصاخة. مو مهم. في تلميع خارجي وما في تأكيد داخلي على الإنسان. لذلك أنا وايد أكد على هذا الموضوع. 13 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، 10 سنوات في المدينة. 13 سنة كان ينكز مش على الأحكام ولا على كثير من الفقه، أليس كذلك؟ كان يركز على العقائد، وكان يركز على القيم والأخلاق. 13 سنة. لذلك الآيات التي كانت تنزل في مكة كلها آيات عقائد زائدا قصص. وركزوا لي، الله يخليكم، على القصص. ما جاءت هكذا سورة كاملة بسورة القصص، ولا ثلث القرآن كله قصص، ولا ذكر الأنبياء مجرد خلاص للوناسة واللهو. لا، خذوا قاعد عندكم. أكثر شيء يعزز المبادئ وليس القيم، ها؟ المبادئ رقم واحد. القصص والقدوات، حفظوها. قافين، قاف القصة وقاف القدوة. أكثر شيء تبون تعززون المبادئ تثبتونها عندهم. ما تقولون حق الولد، ما تقول حق الولد لا تكذب، لا 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 تقول غلط، لا تقول كذا، لكن تعززون عنده مبدأ الحياة، مبدأ التسامح، مبدأ الصدق. ثم يبدأ ينشأ عند هذه المهارات والسلوكيات اللي من خلال هذه المبادئ. فإذا نعزز هذه الأمور بهذه الطريقة إلى أن نصل في النهاية إلى الاتجاه. أختم هذه الفقرة أن سيدنا أبو ذر لما قال حق سيدنا بلال يبني السمراء، عدل ولا لا؟ إيش قال الرسول؟ قال له تعال. أبو ذر، تدرون من أبو ذر؟ أبو ذر واحد من 10 الأوائل اللي أسلموا في الفترة المكية، صح؟ يمكن الرابع واحد هو من الأوائل من أسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. تعرفون شنو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه في حديث آخر يقول ما أضلت الغبراء ولا ما قلت السماء، خير لهجة وأصدق لهجة من أبي ذر يمدحه. لكن شلون يا أبو ذر وأنت أول من أسلمت وتأسست على المبادئ والقيم تطلع منك هذه الهفوة؟ يرجع إلى المنطقة القديمة، هذه منطقة 13 سنة، ويقول لأنك امرؤ فيك جاهلية. شلون المبادئ مالتك ما كانت ثابتة؟ أنت شلون؟ لذلك ثبات المبادئ ثبات للإنسان، ومن ثبت نبت. الأمر الثاني، الأمر الثاني، خلنا أقول لكم قصة الوزة هذه. لعلكم سمعتوا هذه القصة. ويوم كنا صغار مزارع عنده وزة، راح الصبح يبي يأخذ البيضة، ولا البيضة بيضة شنو؟ ذهب. فراح هذا الزوج وأخذ البيضة إلى زوجته، هو فرحان ومسرور، شوفه يا مرأة حصل البيضة ذهب. استأنست المرأة قالت راح نصير أغنياء. باعوا البيضة وياتهم فلوس وبدأوا يعيشون معيشة حلوة، كل يوم تبيض بيضة ذهب. قامت الزوجة وقالت حق رجلها يا أبو فلان إيش رأيك نشتري قصر؟ قام ريال قال بس ما عندنا فلوس كافية. قامت المرأة وقالت الوزة روح شق بطنها وطلع كل البيض، بدل ما ننتظر كل يوم بيضة كل يوم بيضة كل يوم بيضة، لا روح شق بطنها طلع البيض كله. شق بطنها ما حصل شيء وانتهت القصة. تدرون شنو الوزة ماذا تمثل؟ بالإضافة أن تمثل المبادئ، والبيضة تمثل المهارات والسلوك والاتجاهات،
لكن احنا كتربويين كاباء وامهات احنا نمثل الوزن، ونحن نريد ابناء كالذهب، اليس كذلك؟ كان المفترض نهتم بالوزع عشان نطلع لنا كل يوم بيضة، صح؟ منروح نشقها عشان نوصل حق البيضة النهائي، صح؟ ما يصير. وهذه قاعدة ذهبية، أول شيء يجب أن نهتم فيه قبل أبنائنا إحنا، الأب والأم لازم يصير عندهم والدية ممتازة. يعني شنو نسوي؟ يعني أنتوا لازم تهتمون بأنفسكم أكثر من عيالكم. الزوج يهتم بنفسه والزوجة تهتم بنفسها. هذا ليس بكلامي، هذا في القرآن 9 آيات. كل الآيات التي تتكلم عن النفس تقدم النفس على الآخرين، على الوالدين، حتى على الوالدين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. 9 آيات. لأن من لم يهتم بنفسه لا يستطيع أن يعطي غيره. المرأة المسكينة اللي تقوم الصبح متوترة، تحد اليهال يلا بسرعة ومتوترة وتريقهم، والزوج توى قام من النوم الآن يتفرج، توى قام من النوم، وين الريوق؟ قاعد حطوا له، حطت له الريوق، المسكينة حطت الريوق، ركب السيارة وراح على الشغل، قامت هي مسكينة ركبت العيال في السيارة وودتهم إلى المدرسة أو الباص أو غيره. المرأة هذه مسكينة ممكن ترقد لها ساعة وتقوم ترتب البيت، وبعد ساعتين 3 ساعات تجهز الغداء، ويقول العيال كل واحد اللي قاط شنطته هناك واللي ثيابه هناك، والزوج وراء آخر شيء ويتمدد على الفراش، جاهز الغداء؟ إذا مو جاهز يا ويل أمه، حطت الغداء، شالت الغداء، غسلت الصحون إذا ما عندها خادمة طبعاً. ثم بعد ذلك تجابل شنو؟ تجابل العيال، الآن وراهم تدريس، الآن هذه معركة أخرى. وين شنطتك؟ اللي ضايع شنطته، واللي كتابه مو موجود، واللي دفتره مشقوق، واللي ما أدري شنو. خلصت معاهم لين المغرب. الآن المغرب بتقعد ترتاح لها شوي، يمكن تفتح لها شوي واتساب، بتطرش لها برودكاست مين، بتدش على سناب شات شوي، يمكن شوي شوي، وانت شافها الزوج، انت كلها مشغول بالتليفون؟ ايوه. وين هذا حين هالساعه بس ما خليتني؟ يلا قطيت التليفون. راحت جابلت العيال، الحين بتعشيهم وبتسبحهم وبتفركهم، ويا الله في الليل تحصلها وقت علشان تقط بعمرها مثل الجثه على الفراش. 5 يوم. ايه مستانسين؟ هذا كله عليكم ترى. طيب احنا نقول زين شو اسوي؟ يعني هذه لازم اسوي؟ لازم اسوي. طيب الان كل المطلوب انها ترتب اولوياتها وتعرف شلون ترتب وقتها. تعرف شلون ترتب وقتها؟ يعني ممكن ان هي في اشياء تاجلها علشان تقعد تلعب مع الابناء، لو لعبت معاهم ارتاحوا الابناء اقبلوا على الدراسه، لكن هي متوتره وتقول لهم تعالوا درسوا، هم متوترين، بدل الساعه يسوون 3 ساعات، والله 3 ساعات. اقول لكم شغله شو يسوون معانا عيالنا؟ شوف الخدع اللي يسوونها. الام تقول او الاب يقول اذا كان يدرس او الام، يلا ولدي خلصوا بسرعه ابي امشي بروح السوق. فالولد يقول ايه ها انت اذا خلصت بسرعه معناته انت بتهدين تروحين السوق؟ والله ما خلص. بسوي روحي ما افهم، بسوي روحي ما استوعب، بقعد شوي بروح حمام ابي ماي، بالي شغل، من فتح الباب؟ من هناك صوته؟ يطول معاك عشان الساعه تصير 3 ساعات، وتقعدين انت على اعصابك وتتوترين وتتوترين وتتوترين. اخر شيء قومين تحلين الواجب عنها. حكتوا صح تسوونها؟ هذه وحدة، هذه وحدة أم مثالية قاعدة مع البنت، يدها هنا لتركتين، يلا حبيبتي يلا بس حلي الواجب حلي الواجب. قامت الأم النسخ عليها نسخ البنت، نامت يم الدفتر. قامت الأم علي مسكينة، خذتها وحضنتها ولمتها وحطتها على الفراش، وراحت كتبت النسخ بالكامل وحطت الدفتر في الشنطة.
اليوم الثاني راحت البنت بالشنطة، الأم الظهر تقول لها ها ماما شلون الواجب؟ قالت والله ممتاز الأبلة عطتني نجمة. سكتت الأم. اليوم الثاني نفس الشيء قاعدة تكتب وهي تعبانة نامت، فقامت الأم مسكينة وعليها خلتها حبتها حطتها في الفراش وردت كتبت الواجب عنها انسخت عنها. طبعا تكتب باليسار ها علشان يعني يزعم خطها مو خط الغير. اليوم الثاني قالت ها ماما شلون الواجب؟ قالت ممتاز الأبلة عطتني نجمة ثانية. عاد الأم قالت لا هالمرة ما خليك بس عليك الليلة ما خليك. قعدي نسخي الأم بتشد الأم نسخي. فقالت ليش أنسخ؟ ليش أنسخ؟ مو الواجب الحل بروحه كل يوم الحل بروحه البنت مو مستوعبة فاهمة إن الواجب الحل بروحه أنا ليش أبذل الجهد؟ في وراي أم راح تحل وراح تشيل وراي وتنظف وراي وتنظف البيت وتنظف الغرفة وراي. إذا في هالأمهات وفي هذه الآباء اللي مو مهتمين بأنفسهم وما يخلون أي فرصة إن يتعلمون العيال من أخطائهم، هني إحنا نتكلم إن إحنا راح نشق الوزة هذه علشان نبي نوصل حق النتائج. ما راح نوصل، ما راح نوصل حق النتائج. ما في أمهات وآباء قالوا إحنا تعبنا ربيناكم آخر شيء رفستونا آخر شيء هديتونا آخر شيء ما عطيتونا حقنا ما بريتونا. إيه صح، لأن عشتوا لهم مو معاهم. إحنا ندعو إن نعيش معاهم كلنا نستفيد كلنا نستمتع كلنا نفرح كلنا نحسن كلنا نضحك مع بعض مع بعض نمشي مع بعض. ما في واحد يعطل حياته علشان حياة ثاني. ما في واحد يعطل شيء يستفيد منه. الآن نحييكم تيتوا دورة يتو برنامج عشان ما تقول والله ما عندي وقت أحضر. ترتبون هذا الأمر الزوج يحضر مرة زوجة تحضر مرة. ما حد يسكت عن حقه في التعليم وتطوير نفسه وتطوير ذاته لأن مع الأيام راح يصير عنده لياقة، لياقة في التربية لياقة في النفس. مش اللياقة في البدن فقط لا لياقة في النفس ولياقة في الروح واللياقة في التربية. طيب إذا بس عشان ألخص لكم الموضوع المبادئ. المبادئ القصص والقدوات القيم القصص والقدوات لما نضيف عليها زين واللعب والأحداث والاستفادة من الأحداث. شلون الاستفادة من الأحداث؟ شلون النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مرة هو ماشي اثنين من الصحابة اغتابوا شخصا آخر فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أجاب ما رد عليهم. ثم وهم ماشيين شافوا جيفة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعالوا تعالوا كلا من هذه الجيفة. قالوا يا رسول الله كيف نأكل من هذه الجيفة؟ قال ما فعلتما بصاحبكما أكثر من أكلكما لهذه الجيفة. شفتوا هذه الطريقة؟ هذه نسميها طريقة في غرس وغرز بالسين والزاي القيم المهارات. واحنا ماشيين طبعا في الحياه تبدا يتعلم مهارات، يبدا يتعلم مهارات استخدام الحمام وانتم بكرامه، مهارات الصلاه، مهاره ترتيب الثياب، مهاره ترتيب الفراش. والمهاره يتم تعليمها عن طريق التجارب وان احنا ما نركض علشان ما نعطي هذه الفرصه. شلون الولد اذا طاح تعثر قمنا بسرعه شلناه ما نعطي فرصه انه يتالم. اي لذلك ماذا قالوا من لم يتالم لم يتعلم. وقيل في علم الحيوان ان الكائن اللي داخل البيضه هو لما ينقر في البيضه علشان يخرج منها هذا الجهد اللي يبذله يعطيه من القوه والمناعه انه يستطيع ان يعيش لمده 3 ساعات لان هي راح تكون صعبه عليه 3 ساعات الاوليه هذه فيحصل المناعه فيخرج الى هذه الحياه الصعبه بهذه القوه.
لكن إذا قام واحد وقال والله مسكين هالبيضة خلني أنا شو أسوي؟ من تبدأ تطلع قوم أنا أكسرها له وأطلع البيضة وأطلع الكتكوت ولا ذي احتمالية وفاته أكثر. الله يخليكم بس التلفونات تخلون على الصامت عشان احتمالية موته أكثر. ليش؟ ما تعلم. فإذا المهارات والسلوكات. بعضكم يمكن يسأل شو الفرق بين المهارة والسلوك؟ السلوك العام مثلا في الأكل، إن كوني أن أنا أكل بيدي هذا سلوك، كوني أكل بيدي هذا سلوك، لكن كوني أستخدم الشوبستيك هذا العواد الصينية ولا اليابانية هذه تحتاج ليش؟ مهارة. حلو؟ هذا الياباني يقولون أكل باليد، أكل باليد شنو يحتاج؟ مهارة. عرفت الآن فرق بين السلوك والمهارة؟ طيب نروح الآن إلى ال. شوفوا قول الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله مبادئ. بعدين يا بني إنها إن تك مثقال حبة، هذه قيم. بعدين يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، مهارات. وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ذلك ولا تصعر خدك للناس، سلوك. شفتوا هذه الآية جمعت المبادئ والقيم والمهارات والسلوك. جميل، ماشيين الآن تمام. حلو، احنا الآن نبي شوي نعزز عندكم مفهوم ان تربية بأن نبي نستمتع. خيارين ترى، والله خيارين، ما في خيار ثاني. يا يعني ربي باستمتاع وناسه ولا بشقاء. كلنا نبي نستمتع مع ابنائنا. الجحا والتوقعات السلبية. قيل أن جحا أمر ابنه أن يأتي له بشيء وعطاه فلوس، قال له روح يا ولدي جيب هذا الشيء من السوق وتعال. أعطاه الفلوس وبعدين أعطاه كف على وجهه. ليش طقيت؟ ما سويت شيء. قال صحت ما سويت شيء، بس انت يا ولدي راح تاخذ الفلوس وبعدين تطلع من البيت بتحصل ربعك واصحابك بتلعب وياهم وبتتاخر شوي، وبعدين لين خلصت من لعبتك رحت حق السوق وشريت هذا الشيء، وانت راجع بعد بتحصل ربعك بعد بتلعب وياهم بتتاخر، وبعدين تقول اوه انا تاخرت عن ابوي، بتيجي بسرعه تتعثر وتطيح وتطيح الاشياء هذه اللي طلبتها منك على الارض، وبتيجي تقول يبا ترى انا طيحت الاغراض، ابى انا حقك اعطيك كيف، ما راح الحق عليك خذ الكيف من الحين. هي توقعات سلبيه من ابنائنا، احنا لابنائنا، ان والله شوف انت انا اتوقع لك انت راح تنحر في حياتك، ولا انت انا ادري فيك انا ادري. او نقول حق العيال: محمد تقدر تجيب هذا الشيء ولا بتطيحه؟ انا ادري انك بتطيحه بس حاسب غالبا راح طيح. احنا نوحي لهم بالاشياء كما ورد عن سيدنا يعقوب عليه السلام: اني اخاف ان ياكله الذئب. فجاوب بهذه الحيله، اخذوها من يعقوب عليه السلام، جاوب بهذه الحيله ان اكله الذئب. فلا نتوقع رقم واحد ان ابنائنا فيهم فيهم كذا، واحتمال ان راح يرسبون، واحتمال ان كذا. هذه التوقعات فيها تشاؤم، ونحن مامورون بالتفاعل. نحن مامورون بالتفاعل والتفاعل، وليس التشاؤم والتخاذل حتى مع ابنائنا. قصه ام فاضله تروي هذه القصه في احد الدورات، تقول ولدهم منحرف، وهي أم صالحة وأب صالح، الولد منحرف، سلوكيات، اضطرابات، مشكلة، تدخين، استخدم الضرب، الحرمان، القسوة، المحاورة، ما فاد مع هذا الولد. إلى أن يوم من الأيام هذه الأم جلست مع هذا الولد المراهق وقالت: اسمع يا ولدي، انت الان عمرك 18 سنه، واحنا وصلنا معاك كل الاساليب استخدمناها معاك، لكن اسمعني، ستظل ولدنا
مهما يصير منك ويخرج منك من سلوكيات ومن تصرفات ستظل أنت ولدنا. يعني هذه بين قوسين إياكم أن تقولون حق بناتكم أو أبنائكم ضحتوا من عنا أو خيبت ظني فيك. انتقدوا سلوكهم لكن لا تنتقدون ذواتهم، وهذا تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلد واحد من الصحابة لأنه شرب الخمر، فقال له واحد ما أقبحه أو لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبه لا تسبه. توك كنا نجلد من احنا نجلد السلوك. فقال الرسول انه رجل يحب الله ورسوله، هو كانسان عندي مشكله معاه، مشكلتي مع مين؟ مع السلوك. انا ما عجبني السلوك، انا انتقد السلوك. فقالت الام لهذا الولد ستظل انت ولدنا، احتويك نحبك بلا شروط. قالت له أنا متأكدة 100% أن الثمرة لحد الآن ما انبتت فيك، ما انبتت فيك. تدري ليش يا ولدي؟ لأن أمك اللي هي أنا، أمك 100% ما سوت أي شيء غلط قبل زواجها، كانت فتاة صالحة صايلة نفسها وعافة نفسها، وأبوك إنسان صالح هذا ظني فيه ولو زكي على الله أحد، واختار زوجة صالحة. وقالت له يا ولدي والله ما حضر عرسنا إلا الصالحون، وفي يوم العرس دعوا لنا وباركوا لنا وما حضروا إلا النساء الصالحات المتقيات المصليات الحفيفات الحافظات لدينهن، كل هذه والله الله ما راح يضيع. شوف التغيير في الحوار والخطاب غير كل التفكير اللي عند الولد. في يوم ليلة تغير الإنسان، تقول الأم والله ليلة واحدة تغير الولد، تغير. ما قالت لسو لا تسوي، أبيك تسوي كذي، أبيك تصلي، أبيك تترك الدخان، لكن غيرت المفهوم الكامل عنده والشامل عنده، تغير الإنسان. فإذا نتوقع توقعات الإيجابية في أبنائنا رقم واحد، ثم لا بد من بناء الذات الوالدية، وهذا ذكرت عنه. تعرفون في الطيارة في الأناونسمنت اللي يصير إن يقولون إذا نزل الماسك شو تسوون؟ أول شيء حطه حق نفسك، ثم ساعد غيرك، والغير هذا دائما يحطون مين؟ يحطون طفل صغير، يحطون طفل صغير. ليش؟ يقول لك مهما كان هذا طفلك وفي حادثة بتصير وفي كذا، أنت خلّك قوي علشان تستطيع أن تساعده، لأن الغير راح يستمد قوته وطاقته وإيمانه من خلالك. إذا شوفك أنت ضعيف شو راح تعطي؟ شو راح تعطي؟ فلذلك هذا مهم جدا إحنا نهتم ببناء الذات الوالدية. أنا عندي برنامج كامل يعني 8 ساعات، أنا بس أعطيكم بشكل مختصر إن شلون نبني الذات الوالدية، نهتم بالذات ثم نهتم